الناس في هذا الزمن بل وفي كل زمن بحاجة إلى أصول علمية تعصمهم بإذن الله من الفتن التي كثرت وعمت. وسأذكر أصولا يستفيد منها العام وطالب العلم ويفهمها الجميع مقتصرا على دليل واحد، لأن الأدلة كثيرة. الأصل السابع أن أعظم أمر أمر به الله وأمر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هو التوحيد، وإن أعظم ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هو الشرك. بل الأنبياء أعظم ما أمروا به هو التوحيد، وأعظم ما نهوا عنه هو الشرك. قال تعالى: واعبدوا الله، ما الذي بعدها؟ ولا تشركوا به شيئا. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أول شيء ألا تشركوا به شيئا.